تمكن منتخب نيجيريا من الفوز على منتخب مصر بهدف دون مقابل في لقاء افتتاح مباراة المجموعات الرابعة لنهاية أمم إفريقيا هدف نيجيريا سجله كليتشي إهيانا في الدقيقة الثلاثين من عمر المواجهة من خلال عرضية متقنة تسلمها اللاعب ورغم محاولة رفقة محمد صلاح العودة في النتيجة إلا أنهم أخفقوا أمام صمود المنتخب النيجيري